انقل ان هذا الكحول قد استحال مادة عضوية. المهم إذا ثبت أن فيه كحولا وأن الكحول باقية تأثيرها في هذا الطيب، بحيث لو شربه شخص يسكر به فإنه يكون خمرا لأنه مسكر، والمسكر نجس. قوله سبحانه: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. قبلها يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. والرجس معناه النجس.